عمدة فيينا لا يتوقع تشكيل الحكومة الجديدة قبل بداية العام المقبل. تراجع التضخم في النمسا مع تحذيرات من ارتفاع تكاليف الطاقة. كونتنا مايا يؤدي اليمين كوزير مالية جديد أمام الرئيس. اختيار فيينا عاصمة الديمقراطية الأوروبية لعام 2025. 7000 شاب يشاركون في معرض الوظائف بفيينا. وموجة برد وثلوج كثيفة تصل إلى المناطق المنخفضة هذا الأسبوع. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعرب رئيس بلدية فيينا ميخائيل لودفيغ عن تفاؤله بشأن مفاوضات الائتلاف بين الأحزاب أوفوبي وإسبوؤ والنيوز التي ستنطلق الخميس، متوقعا تشكيل حكومة جديدة مطلع العام المقبل لمواجهة تحديات البلاد. وأكد لودفيغ أهمية التسويات كركيزة للديمقراطية، مشيرا إلى أن فريق التفاوض سيحتاج للتنازل عن بعض مواقفه، وأضاف أنه سيشارك داخليا في النقاشات دون توجيه توصيات علنية. من جانبه أثنى كريستوف فيداكير على أداء لودفيغ الحكومي، مؤكدا أن خبرته ستفيد المفاوضات، كما شدد على أهمية التعليم واستقرار الميزانية كأولويات. ومع ذلك لم يحدد موقفه من تولي منصب وزاري منتظرا تشكيل فريق نيوز المفاوض. سجل معدل التضخم في النمسا 1.8% للشهر الثاني على التوالي، وهو أقل من الحد المستهدف من البنك المركزي الأوروبي 2% بفضل تراجع تكاليف الطاقة. ومع بداية 2025 يتوقع ارتفاع تكاليف الطاقة مجددا، ووفقا لهيئة إي كنترول قد تزيد تكاليف شبكة الكهرباء بنسبة 23.1% والغاز 16.6% بسبب توسعه الشبكات وتغطيه المصاريف التشغيليه، حيث يرى خبراء اقتصاديون مثل جوزيف بومكارتنا من فيفو ان التضخم قد يتجاوز 2.5% في يناير. ولهذا اقترح حزب الحريه تمديد دعم الطاقه، فيما دعت احزاب اخرى لحلول بديله كخفض الضرائب. وحذرت رابطه الفنادق النمساويه من ازمه اقتصاديه محتمله اذا لم يتم احتواء الزيادات المتوقعه. أدى كوتنا مايا رئيس قسم سياسة الضرائب السابق بوزارة المالية منذ 2012 اليمين كوزير مالية جديد أمام الرئيس الاتحادي ألكسندر فاندربين، والذي عاد بعد فترة نقاهة مرضية. ويعتبر كوتنا خبير قانوني واقتصادي، وسيشغل المنصب حتى تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لماغنوس برونا الذي استقال لتولي منصب المفوض الأوروبي. وخلال مراسم التنصيب أشار فاندربين إلى التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الوزارة بجانب أزمة المناخ وتأثيرات السياسة العالمية، وأعرب مايا عن التزامه باستمرارية العمل مشيدا بالجهاز الإداري، حيث يتمتع الوزير بخلفية أكاديمية مرموقة وكان قد شارك سابقا في التدريس بجامعة فيينا. افتتحت فيينا فعاليات عام الديمقراطية معلنة اختيارها عاصمة الديمقراطية الأوروبية لعام 2025 لتصبح ثاني مدينة تحظى بهذا اللقب بعد برشلونة، والذي تمنحه منظمة غير ربحية. وأكد عمدة فيينا ميخائيل لودفيغ أن اللقب يجسد اعترافا بجهود المدينة في تعزيز الديمقراطية ومشاركة المواطنين، مشددا على أن الديمقراطية مشروع جماعي يتطلب التجديد يوميا. وأعلن لودفيغ إطلاق مشاريع مبتكرة لدعم التماسك الاجتماعي وتوسيع برامج المشاركة. وأوضح المسؤول يورغن تشيرنوهريسكي تخصيص 300 ألف يورو لتمويل مشاريع جديدة، مع التركيز على مكافحة الأخبار المزيفة عبر فعاليات دولية وألعاب تفاعلية. شارك حوالي 7000 شاب في معرض 10000 فرصة في قاعة ماركوس بفيينا، حيث التقى 180 جهة عمل لتوفير فرص وظيفية وتدريب مهني وسط نقص كبير في تلك الفرص. واستفادت العديد من المدارس من المعرض، حيث حضر الطلاب بسيارهم الذاتية، بينما عرضت الشركات الكبرى مثل أوبيبي والجيش فرصها، مع إقبال كبير على برامج التدريب. وقدمت مبادرة فنادق فيينا الفاخرة وجمعية يوفا عروضا لجذب الشباب، وأظهرت البيانات زيادة الباحثين عن فرص بنسبة 13.2% مع انخفاض الأماكن المتاحة بنسبة 13.4%. وأكد نائب العمدة كريستوف فيداكير أهمية المرونة لدى الشباب في اختيار مساراتهم،
متوقعا جذب 15,000 زائرا للمعرض. وتوقعت الأرصاد الجوية في النمسا تحول الطقس إلى شتوي خلال الأسبوع الجاري مع انخفاض مستوى تساقط الثلوج ليصل من 200 إلى 600 متر فوق سطح البحر اعتبارا من الأربعاء. وأظهرت التوقعات انخفاض درجات الحرارة العظمى إلى 4 درجات مئوية مع بقاء الصغرى تحت الصفر في الصباح، حيث تؤثر جبهة شمالية غربية على البلاد بدءا من الأربعاء، وستشهد المناطق تساقط ثلوج وأمطار تمتد للمناطق المنخفضة مع رياح قوية قد تتجاوز 100 كيلومتر في الساعة شمالا، وتتراجع العاصفة الخميس تدريجيا مع بقاء السحب الكثيفة في الجنوب الغربي والتي ستجلب مزيدا من الثلوج في المساء. وكانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، والمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.